السلام عليكم. من سنوات طويلة والملحدين ودعاة التطور بيسألوا دايما السؤال ده، هو كيف كل البشر على تنوعهم اللوني ده بيعودوا إلى أب واحد وأم واحدة؟ وأسئلة كتير من النوع ده، لدرجة إن داروين نفسه ما كانش مصدق إن كل البشر على كل هذا التنوع بيعودوا إلى أب واحد وأم واحدة. وفعلا لو التطور صح فمستحيل يكون في أب واحد وأم واحدة، أكيد في كثير من الآباء وكثير من الأمهات. وفعلا داروين انتصر لمفهوم أكتر من أب آباء كثير وأكتر من أم أمهات كثير في كتابه نشأة الإنسان. لكن بعد 130 سنة من الكتاب ده، علماء جامعة بيركلي يكتشفوا اكتشاف مذهل. اكتشفوا حاجة في الميتوكوندريا، ودي عضية صغيرة في خلايا جسمك. الميتوكوندريا دي جواها DNA خاص بيها هي، غير DNA بتاع الخلية، حمض نووي مستقل. الملحوظة اللي في العضية دي ان DNA بتاعها بيكون جاي من الام بس، لان الميتوكوندريا بتاع الحيوان المنوي بيفقدها الحيوان المنوي لحظة اختراقه جدار البويضة، فبيفضل في الخلية المخصبة الميتوكوندريا بتاع الام بس. فلما العلماء بيشوفوا الحمض النووي بتاع الميتوكوندريا وهم بيشوفوا خط النسب من جهة الام بس، الملاحظة المدهشة ان العلماء اكتشفوا ان خط النسب ده في كل البشر بينتهي في الأخير إلى أم واحدة. دي دراسة من مجلة نيتشر، واحدة من أكبر المجلات العلمية في العالم، بتقول إن خط النسب بتاع كل البشر بينتهي في الأخير إلى أم واحدة. كلنا، كل البشر على وجه الأرض اليوم بينتهوا في الأخير إلى أم واحدة. العلماء اصطلحوا على تسميتها باسم حواء الميتوكوندريا، نسبة إلى الميتوكوندريا اللي كانت مصدر هذا الاكتشاف. الموضوع ده أصبح محسوم علميا، وانت النهاردة ممكن تحدد درجة قرابتك بأي شخص آخر في العالم من DNA بتاع الميتوكوندريا بتاعكم، وتحدد كمان عند أي جد انفصلتوا عن بعض. طيب الملحدين هيسكتوا على الكلام ده؟ الملحدين هيعدوا الكلام ده بالساهل؟ لا طبعا، ما ينفعش، ما يبقوش ملحدين. اصلك لما تقول لي ان كل البشر بينتهوا الى ام واحده واب واحد، ده مشكله، ده بيدعم القضيه الدينيه وبيضعف نظريه التطور. فقال لك نعمل ايه؟ قال لك نضيف على تعريف حواء الميتوكوندريا كلمه واحده، ان حواء الميتوكوندريا بالفعل هي الجده لكل البشر على وجه الارض اليوم. نضيف كلمة اليوم. السلف المشترك الأحدث، نضيف كلمة الأحدث، ده تعريف حواء الميتوكوندريا الموجود حاليا في أي موقع علمي حتى ولو شعبي زي الويكيبيديا. طب هم ليه ضافوا الكلمة دي؟ علشان لما تقول له حواء الميتوكوندريا مشكلة تواجه نظرية التطور يقول لك ما هو يمكن كان في حواءات أخرى أنجبت بشر آخرين لكن كل البشر دول انقرضوا، فحواء الميتوكوندريا هي سلف كل البشر المعاصرين فقط. طيب عندك اي دليل على الكلام ده، على حواءات اخرين؟ لا طبعا. طيب تحليل DNA بتاع الاحافير البشريه القديمه يدعم هذا الكلام؟ لا طبعا. كل البشر في كل الازمنه بيعودوا لنفس الام، فالملحد بيحاول يدي اي فرضيه علشان يحافظ على الحاده. ما هو الالحاد ما بيعيش غير على الفرضيات دي، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يرمي اي كلام واي تخمين. على فكره انا ما عنديش مانع علمي من هذا التعريف كنوع من الحذر والحيطه وضبط المصطلح، لكن مشكلتي لما يستغل الملحد في دعم الحاده. يعني انت كنت بتقول ما ينفعش كل البشر بكل التنوع اللوني ده يعودوا الى ام واحده، دلوقتي لما ثبت ان دي حقيقه قلت انا ما عنديش مشكله، بس يمكن كان في حواءات تاني انجبوا ذريات اخرى وانقرضوا. وده بيبين الفرق بين الدين والالحاد. الحجه الدينيه قويه وواضحه، بينما الالحاد فرضيه زئبقيه، كلام زئبقي، تخمينات وفروض وخيالات. خلاصه هذه الحلقه ان العلم اثبت قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. العلم يثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس من آدم. جامعات العالم تؤكد القضية الدينية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن أباكم واحد. ونعتذر لكل من ألحد بسبب فكرة التنوع اللوني للبشر الذي يفترض أكثر من أم وأكثر من أب. ما تنسوش تشوفوا مراجع الحلقة في وصف الفيديو، والسلام عليكم.